السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم تلاميذ الصف الأول الابتدائي. النهاردة إن شاء الله سنة أولى هنشرح درس جديد، لكن الدرس ده ليه علاقة بالحصة اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن حركات الحروف أو عن أصواتها، ليها علاقة بالفتحة والضمة والكسرة. دول عبارة عن إيه سنة أولى؟ قلنا دول عبارة عن حركات بتيجي فوق الحرف أو بتيجي على الحرف، ومن خلال الحركات دي أنا بقدر أنطق الحرف بشكل صحيح. خدنا كمان مع الحركات دي تشكيل بنحطه على الحرف، هو تشكيل السكون. تشكيل إيه سنة أولى؟ السكون. السكون ده قلنا بيعمل إيه في الحرف؟ بيخليني أنطق الحرف، بقف على الحرف في النطق، مش بحركه، مش بيبقاش ليه صوت، يعني بيبقاش ليه فتحة أو ضمة أو كسرة، لا بيبقى سكون ساكن، يعني بيبقى هادي خالص زي ما قلنا قبل كده إنه بيبقى في حالة سكون وهدوء، بيبقى عايز إيه ينام ويرتاح شوية من غير دوشة حواليه. تمام؟ طيب النهاردة الدرس بتاع النهاردة هو عبارة برضو عن تشكيل، لكن التشكيل بتاع النهاردة كمان بيجي مع حركات. هو ينفع التشكيل يبقى مع حركة؟ أيوة ينفع التشكيل يبقى مع حركة، زي درس النهاردة ما هنعمل. عرف الدرس النهاردة يا سنة أولى عن الشدة. الدرس اسمه إيه؟ اسمه الشدة. أول حاجة هنعرفها عن الشدة، في أربع معلومات هنعرفهم عن الشدة. أول حاجة شكلها، شكل الشدة بيبقى عبارة عن إيه؟ الشدة بيبقى عبارة عن الشكل ده اللي احنا شايفينه قدامنا، زي رأس حرف السين. كلنا طبعا بنعرف نكتب حرف السين، هي الشدة شكلها شكل رأس حرف السين. دي أول حاجة نعرفها عن الشدة. طيب الحاجة التانية اللي نعرفها عن الشدة زي ما قلنا إن هي عبارة عن تشكيل بيجي على الحرف. تالت حاجة نعرفها عن الشدة مكانها، يا ترى هي بتيجي فين في الكلمة؟ بتيجي فين في الكلمة؟ بتيجي على أول حرف ولا بتيجي على آخر حرف، ولا بتيجي في الحرف اللي في النص على الحرف اللي في النص؟ هي بتيجي على أي حرف في الكلمة ما عدا الحرف الأول، ممكن تيجي على تاني حرف، تالت حرف، آخر حرف، لكن ما بتجيش أبداً على أول حرف. تمام؟ طيب الشدة دي سنة أولى هنبدأ نقرأ كده بعض الكلمات، وبعد كده هنعرف المعلومة الرابعة أو هنعرف أهم حاجة عن تشكيل الشدة، وظيفتها إيه في الكلمة أو وظيفتها إيه على الحرف، بتعمل إيه في الحرف. أكيد ليها وظيفة أو ليها حاجة بتساعدني على نطق الحرف بشكل صحيح. أول كلمة تعالوا كده نقراها، كلمة شرطي. كلمة شرطي، يا ترى الشدة هنا جاية على أنهي حرف في الكلمة؟ زي ما احنا شايفين جاية على آخر حرف في الكلمة. تعالوا كده ننطق الكلمة شرطي، شرطي. تعالوا ننطق الكلمة اللي بعدها، بططو، بططو. ها الشدة هنا جاية على أنهي حرف يا سنة أولى؟ جاية على حرف الطاء. طيب الكلمة اللي بعدها مقصو، كلمة مقصو، الشدة هنا جاية على أنهي حرف؟ جاية على حرف الصاد اللي هو الحرف الأخير في الكلمة. تمام؟ نركز كلنا في الكلمات دي علشان هنرجع تاني ونشوفها. طيب دلوقتي هنبدأ قصة وحكاية بسيطة هتفهمنا أكتر إيه هي الشدة وبتعمل إيه. بصوا معايا الكلمات اللي قريناها في الصفحة اللي فاتت، كانت كلمة شرطي، بططو، مقصو. هنلاحظ هنا إن الكلمات مكتوبة بشكل تاني، مكتوبة بشكل تاني أو مكتوبة، تعالوا كده نشوف الحروف، شين والراء والطاء، لكن الياء كانت مكتوبة مرة واحدة، دلوقتي الياء مكتوبة مرتين. ايه ده؟ تعالوا كده نشوف اللي بعدها، بططوا، الله دي الطاء كمان مكتوبة مرتين. مقصوا كمان الصاد اللي كانت مكتوبة مرة واحدة وفوقيها شدة بقت مكتوبة مرتين. هي دي الحكاية اللي هقولها لكم يا سنة أولى. دلوقتي الكلمات دي كانت زمان، هي طبعا وكلمات تانية كتير، كانت بتعاني من مشكلة في الكتابة أو مشكلة في شكلها، فكانت زعلانة جدا إن مش المفروض كلمة بطط وتتكتب كده، ما ينفعش نكتب طاء طاء، كمان مقصو كانت بتتكتب كده، شرطيو كانت بتتكتب كده. فالكلمات دي كلها جمعت بعض وراحت لطبيب اسمه الطبيب شدة. اسمه الطبيب ايه؟ شدة. راحت تشتكي له، قالت له احنا عندنا مشكلة كبيرة في الكتابة، شكلنا مش عاجبنا، احنا محتاجين منك يا طبيب شدة انك تعمل لنا عملية تجميل، انك تغير لنا في شكلنا، احنا شكلنا كده مش عاجبنا خالص.
الطبيب شد لما شاف شكلهم قال لهم فعلا ايه ده وروني كده. الطبيب شد لاحظ حاجة غريبة في الكلمات، تعالوا نشوف يا سنة أولى ايه اللي لاحظه الطبيب شد. بص كده لقى ان كلمة شرطي الحرف الاول عليه ايه يا سنة أولى؟ سكون، والحرف التاني حركة. تعالوا نشوف كلمة بطته، الله ده كمان لقى كلمة بطته اتنين طاء، وبرضو الطاء الأولانية فوقيها سكون والطاء التانية عليها حركة. كمان لقى كلمة مقصو اتنين صاد، الصاد الأولانية برضو فوقيها سكون والصاد التانية عليها حركة. فاستغرب جدا وقعد يفكر طول الليل يعمل ايه للكلمات دي علشان يعمل لها عملية التجميل ويخلي شكلها احسن. قعد يفكر يفكر لحد ما وصل لحاجة، لحل للمشكلة دي. فكر ان هو يخلي الكلمة بدل ما نكتب حرفين نكتبها حرف واحد، نكتب الكلمة حرف واحد تمام، ويحط فوقيها الإمضاء بتاعته، إمضاء الطبيب شدة، يحطها فوق الحرف اللي هي الشدة اللي احنا اتفقنا اللي هي دي، هيحطها فوق الحرف ويحط معاها الحركة كمان اللي موجودة على الحرف التاني. فالحروف قالت له طيب ودلوقتي الناس هتعرف ازاي ان احنا كنا حرفين؟ طبيب شد قال لهم ان لما الشدة الناس هتشوف الشدة فوق الحرف هتعرف على طول ان الحرف ده كان زمان حرفين، الحرف الاول ساكن والحرف التاني هو اللي عليه حركة. وكل كلمة همضي الامضاء بتاعتي الشدة وهحط عليها الحركة بتاعة الحرف التاني، زي كلمة شرطي. الطبيب شد هنا عمل ايه يا ولاد؟ خلى الاتنين ياء بقت ياء واحدة، وحط عليها الامضاء بتاعته اللي هي الشدة، وحط معاها الحركة بتاعت الحرف التاني، فبقينا ننطقها ونقول شرطي يو. انطقوا معايا يا سنة أولى، هنلاقي نفسنا بننطق الياء مرتين. يلا ننطق مع بعض شرطي يو. نطقت الياء مرتين، الياء الأولانية كانت ساكنة والياء التانية فوقيها ضمة. تعالوا كده ننطق كلمة بططو، بططو، الطاء الأولانية كانت ساكنة والطاء التانية فوقيها فتحة. مقصو، مقصو، الصاد الأولانية كانت ساكنة لكن الصاد التانية بقى فوقيها ضمة. يبقى كده الدكتور شدة حللهم المشكلة وخلى بدل ما نكتب حرفين ورا بعض لا خليها حرف واحد، وحط فوقيها شدة مع الحركة بتاعة الحرف التاني، وبالتالي بقى شكلهم أفضل وأحسن في الكتابة كتير. اتبسطت جدا الكلمات وحست ان شكلها بقى جميل وحلو وان مشكلتها خلاص اتحلت. يبقى هنقول تاني الشدة يا سنة أولى، أول حاجة ده شكلها رأس حرف السين بتيجي على أي حرف في الكلمة ما عدا الحرف الأول. بتعمل إيه في الحرف اللي بتيجي عليه الشدة؟ بتخليني أنطق الحرف مرتين. بتخليني أنطق الحرف كم مرة يا سنة أولى؟ مرتين. المرة الأولانية أو لما بنطق الحرف الأولاني بيبقى ساكن، الحرف الثاني هو اللي بيبقى متحرك، يعني بيبقى عليه فتحة أو ضمة أو تحتيه كسرة تمام. والطبيب شد عمل ايه؟ خلى الحرفين حرف واحد وحط فوقيها فوق الحرف الامضاء بتاعته اللي هي الشدة مع الحركة بتاعة الحرف التاني تمام يا سنة أولى. طيب هنبص كده مع بعض هنلاقي ان الشدة زي ما اتفقنا بعد ما تتحط على الحرف هتاخد معاها حركة من الحركات التلاتة دول. طيب ايه هما الحركات التلاتة؟ زي ما قلنا الفتحة والضمة والكسرة. فبقت الشدة بنقول عليها الحرف ده عليه شدة بالفتح، الحرف ده عليه شدة بالضم، الحرف ده عليه شدة بالكسر. يبقى أنواع الشدة كام يا سنة أولى؟ تلات أنواع من الشدة. شدة بالفتح لما يبقى عليها حركة الفتح، شدة بالضم لما بيبقى عليها حركة الضم، شدة بالكسر لما بيبقى الحرف مكسور أو الحركة بتاعته الكسر، فبنحط الشدة دي تحتها كسرة وبنقول عليها إن نوعها فيها أو الكلمة أو الحرف ده حرف مشدد بالكسر تمام. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف الكلمات دي.
هنا التدريب بيقول صوب الكلمات التالية. صوبها يعني ايه؟ يعني نعمل كده زي الطبيب شد ما عمل في الحروف وفي الكلمات، نعدل بقى احنا شكلها. بصوا هنا اول كلمة كلمة معلم، كلمة معلم. تعالوا كده ننطق مع بعض حرف اللام. هنلاقي اللام الاولانية ساكنة عليها سكون، واللام التانية تحتها كسرة، صح؟ فبننطقها بنقول ايه؟ معلم. ده النطق ده الصحيح، لكن لما نيجي نكتبها هنكتبها بشكل صح لان هي كده مكتوبة غلط، تمام؟ فهنكتبها ازاي سنة اولى؟ هنكتبها كده، ها، معلم، المفروض ان هي تتكتب كده بشكل صحيح. فين هنا الحرفين المكررين يا سنة اولى؟ فين هنا الحرفين المكررين؟ ها، الحرف اللام هو اللي مكرر مرتين، الحرف الاول ساكن والتاني هو اللي تحتيه الحركة اللي هي الكسر. فهنحط هنا نعمل زي الطبيب شدة بالظبط على حرف اللام، هنحط الشدة ولام، والشدة يبقى تحتها كسر. ليه حطينا الكسر هنا؟ لان الحرف التاني في كلمة معلم تحتيه كسر، زي ما الطبيب شد قال لهم ان انا هحط الامضاء بتاعتي ومعاها الحركه بتاعت الحرف التاني، تمام؟ طيب تعالوا بعد كده تاني كلمه كلمه سياره، كلمه سياره. ايه هنا الحرف المكرر يا سنه اولى؟ ايه هو الحرف المكرر؟ حرف المكرر هنا هو حرف الياء. طيب هنعمل ايه هنا في حرف الياء؟ ها، هنعمل عمليه التجميل اللي عملها الطبيب شد. هنعمل ايه؟ هنكتب اهو سي، ها، هنخلي الياء الاثنين هتبقى ياء واحدة. وهنعمل ايه عشان نعرف ان الحرف ده بيتنطق مرتين؟ هنحط عليه الامضاء بتاعة الطبيب شدة، الامضاء بس لا، ومعاها الحركة زي ما اتفقنا، سيارة، سيارة. بصوا هنا لو نطقنا هنا الكلمة وهي والحرفين جنب بعض، هنلاقي الحرف الاول عليه سكون والتاني فوقيه فتحة، سي يارا. رجعناها هنا للشكل الصحيح للكلمة. طيب ثالث كلمة كلمة دراجة، ننطقها كده مع بعض اهي، دراجة. الراء الأولانية فوقيها سكون والراء التانية هي اللي عليها الحركة اللي هي الفتح. تعالوا نكتبها بقى بشكلها الصحيح، ها، دراجة. ها، هنعمل هنا ايه في الراء؟ نعمل زي الطبيب شدة، هنحط عليها الشدة ومعاها الحركة بتاعة الحرف التاني اللي هو الراء التانية هنا عليها ايه؟ عليها فتحة، فاحنا بنحط هنا الشدة بالفتح. طيب اخر كلمة كلمة قطة، كلمة قطة. فين هنا الحرف المكرر يا سنة اولى؟ حرف الطاء. هنكتب كلمة قطة والحرفين اللي هو حرف الطاء هيبقى حرف واحد، وهنعمل فوقيه ايه؟ زي ما الطبيب شد عمل، هنحط فوقيه الشدة، امضاء الطبيب شدة مع الحركة بتاعة الحرف التاني او الطاء التانية، فهتبقى كلمة قطة مكتوبة بالشكل ده. يبقى احنا هنا السؤال حتى بيقول لنا صوب الكلمات الاتية، يعني الكلمات دي مكتوبة بشكل غلط واحنا كده كتبناها بالشكل الصحيح. طيب بيجي لنا كمان نوع تاني من الاسئله سنه اولى، ممكن يجي لنا الكلمه بالشكل ده زي ما انا كتبتها دلوقتي، لكن يقول لنا استخرج الحرف المشدد او الحرف المضاعف، مضاعف يعني مشدد برضه، يعني بيتنطق مرتين. يجي لنا تدريبات زي كده، وها نقول مع بعض فين هنا بقى في كل كلمه هنستخرج مع بعض الحرف المشدد. كلمه ايه يا اولاد؟ دي كلمه معلم، كلمه معلم. فين هنا الحرف المشدد؟ حرف اللام، هحطه كده بالشدة بتاعته، يبقى أنا كده جاوبت إجابة صحيحة. طيب كلمة سيارة فين هنا الحرف المشدد؟ حرف، ها، حرف الياء، وهنحطها بالشدة بتاعتها. بعد كده كلمة دراجة فين هنا الحرف المشدد أو المضاعف؟ حرف الراء، هنحط برضو بالشدة بتاعته، تمام؟ آخر كلمة، ها، قطة فين هنا الحرف المشدد يا سنة أولى؟ نفكر مع بعض، حرف الطاء، برافو عليكم. بالشكل ده نوع تاني من الأسئلة بيجي لنا في الشدة،
واهم حاجه كمان في الشده يا سنه اولى ان احنا نعرف انواع الشده الثلاثه وما ننساهاش خالص، اللي احنا قلناها من شويه اللي هي شده بالفتح، شده بالضم، شده بالكسر. كده الدرس بتاعنا خلص النهارده يا سنه اولى، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.